شهد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية لتنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي الذي ينفذه الأسطول الجنوبي، وذلك في إطار تنفيذ خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. ناقش عددا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في الأسلوب الأمثل لتنفيذ كافة المهام المكلفين بها في ضوء القرارات المتخذة، وقام بفرض عدد من المواقف المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء إدارة العمليات، وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم كفاءة واقتدار.